السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذهب لخطبة فتاة على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعك أهم الشخصيات في العائلة، أبوك وأمك وأخوك. تدخل إلى بيت غريب فتستقبل استقبال الرجال، وتدخل من الباب معزز مكرم. تدخل وتجلس في صدر البيت وفي أحسن مجلس، فيقدم لك أشهى وأغلى المأكولات والمشروبات، والكل يتحدث معك بوقار واحترام. ثم تأتي لحظة مقابلة العروس، الكل يسمح لك برؤية البنت، الرؤية الشرعية. تراها وتكلمها أمام الكل، أبوها وأمها وإخوتها. هل تعلم لماذا؟ لأنك الصهر، لأنك حامل العرض والظهر. نعم الصهر الذي يرفع الرأس، وليس الفتى الطائش الذي يتسلى في الخفاء ويلعب بأعراض الناس. الكل يفرحون بك ويشجعونك. نعم يشجعونك لأنك رجل وقصدت الحلال وأرضيت الله، ثم شهد لك الجميع بذلك. أليس الحلال أجمل؟ بلى وربي، فمان الله.